اهلا وسهلا يا شباب، وحلقة جديدة من حلقات تيتو حول العالم. في الحلقة دي هنتعرف على كل حاجة تخص فنلندا، عمل، دراسة، سياحة، إقامة، لجوء. اي سؤال عندكم حطه في كومنت، تابعونا على الصفحة على اليوتيوب، اعمل اشتراك في الصفحة، فعل جهاز الانذار عشان الفيديو دوت هيبقى فقط على اليوتيوب. اوكي، اولا اوكي يا شباب، هنبدأ بأنواع، أولا الهجرة لفنلندا وأنواع الأقايم اللي ممكن تحصل عليها في فنلندا وطرق الهجرة. تمام، أولا في عدة أسباب للهجرة لفنلندا: سبب عمل، سبب دراسة، سبب عائلي، سبب لجوء. تمام، هنبدأ بالسبب مثلا الدراسة. أول واحد، الدراسة يا جماعة في فنلندا دراسة مجانية. انت ممكن تيجي من بلدك من خلال منحة بتقدمها الجامعات الفنلندية، منحة شاملة إقامتك، شاملة دراستك، شاملة مصاريفك. تمام، ده بتكون مجانا. تمام، بس حاليا لازم تخش على جميع المواقع بتاعة الجامعات الفنلندية وتشوف المنح دي موجودة ولا لأ. الحاجة التانية، انت ممكن تقدم على جامعة دراسة من نفسك، بس لازم يكون عندك رصيد حساب في البنك لا يقل عن 7000 يورو عشان يقبلوا الطلب بتاعك. تاني حاجة يا جماعة، هنتكلم على إقامة العمل. إقامة العمل لو أنت جاي من دولة من خارج أوروبا، تمام، وفي شخص صاحب عمل هنا هيبعت لك عقد عمل مثلا، هنقول أنت فين، أي مكان خارج أوروبا. تمام، ده في شروط معينة لفنلندا بالذات. أولا المهنة المطلوبة مش لازم تكون موجودة في فنلندا أو في دول أوروبا كلها علشان يتم قبول الطلب بتاعك. تمام، بمعنى يعني لو دلوقتي انت راجل مثلا مدرس، تمام، وفي مدرسة عايزة تجيبك هنا فنلندا بعقد عمل، تمام، هيبعت لك عقد العمل. تمام، اوكي، مفيش مشاكل، بس لازم تكون انت او محطوط في العقد العمل بتاعك ميزة مش موجودة عند الفنلنديين نفسهم او عند اي حد عايش في اوروبا عشان يقبلوا الطلب بتاعك ويقبلوا الإقامة بتاعتك على أساس العمل. يعني مثلا خلينا هتيجي أنت جاي تشتغل في مطعم، تمام، مطعم فيه شيفات كتير، فيه حاجات كتير هنا مش هيدوك إقامة عليه، بس لو مثلا صاحب المطعم قال وليكن إنك شيف عراقي، شيف مصري، لبناني، تمام، بمطالب معينة بتجيد اللغة العربية، تجيد اللغة البلد الفنلندية الإنجليزية، صاحب العمل ممكن يحط شروط في عقد العمل تكون معقدة إن ما يلاقيش نفس الشخص ده في فنلندا. تمام، ساعتها الطلب بتاعك بيتقبل. ده كان تاني سبب لحصول على تأشيرة فنلندا والإقامة في فنلندا. تالت سبب وهو السبب العائلي. السبب العائلي لو انت متجوز من فنلندية، تمام، اولا يعني في القانون الفنلندي مش شرط يكون انك متجوز من فنلندية. تمام، لو عندك صاحبة، لو حد عايشين مع بعض في بيت واحد، ده سبب كافي جدا، بس للأسف السبب ده لا يطبق علينا كعرب او ميدل ايست او افريقيا بشكل عام. لازم أن تكون متجوز عشان تحصل على إقامة. الأسباب التانية بتطبق على الناس اللي جاية من أمريكا، من أستراليا، من كندا، من أوروبا. الناس دي مش محتاجة تكون متجوزة، لو سجل إن هو مثلا عايش مع صديقته بيحصل على إقامة. تمام، إحنا كعرب، كفارقة، كشرق أوسط بشكل عام بيطبقوا علينا القانون وبزيادة شوية، فلازم الطريقة التانية تكون متجوز،
تكون حد من عائلتك عايش هنا في فنلندا ويبعت لك حاجة إقامة دعوة اسمها لم الشمل، ساعتها بتحصل على الإقامة. ده السبب العائلي. أو لو عندك ابن مثلا من زوجة فنلندية وعايش هنا، ده برضو سبب كافي لحصولك على الإقامة. تمام. السبب الثالث يا جماعة سبب اللجوء، الإقامة الثالثة ونوعها اللجوء. اللجوء لو انت مثلا يعني جاي في الدول اللي فيها حروب زي دولنا كلها مثلا العرب حاليا، عراق، سوريا، فلسطين، كل الناس دي ليها حق اللجوء، بس حسب انت برضو عايش فين. لو المدينة بتاعتك هم الفنلنديين قالوا عليها ان هي مدينة ما فيهاش حروب ومدينة آمنة، ساعتها بيرفضوا الطلب بتاعك. تمام. السبب التاني اللي بيتم الرفض التام عليه قضيتك مش قوية، ما يكونش مثلا انت مضطهد مثلا اكون دينيا. تمام. بس ما عندكش اسباب كافية، ما عندكش دلائل كافية انك مضطهد، ساعتها بيرفضوا طلبك. بس لازم تقدم اثباتات، لازم لو انت مضطهد من حد عايز يقتلك، لازم اي حاجة اي دليل توريهم ان فعلا دي حقيقة. لو عندك اصابات في جسمك اي حاجة، صور للكلام ده كله عشان يتم قبول الطلب بتاعك. في طلبين بالنسبة للجوء يا جماعة، لجوء إنساني ولجوء سياسي. لجوء إنساني في الناس اللي هي عندها مثلا في دول الحرب عامة، فهو مش مضطهد شخصيا، ده لجوء إنساني. واحد تاني مضطهد عنده في ناس بتابعه، عنده مافيا عايزاه مثلا معاهم، عنده أي كلام، ده اضطهاد شخصي، ده لجوء سياسي بالنسبة لك. تمام. حسب أسبابك حسب ظروفك الشخصية انت هتحصل على إقامة نوع ايه. تمام. دي كانت مراحل الإقامات يا جماعة في فنلندا. في حاجة تانية طبعا اللي هو الراجل اللي هو ما عندوش الأسباب دي كلها وعايز يجي فنلندا. تمام. السبب اللي هو ممكن يجيبه ايه، هنخلينا مثلا هنقول يعني أسهل حاجة هتقدم على إقامة سياحة. تمام. دي برضه عشان تحصل على إقامة سياحة 3 شهور لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لازم يكون عندك شروط معينة، لازم يكون عندك عمل، لازم يكون في حسابك لا يقل أو يعادل 10,000 دولار أو 10,000 يورو عشان يقبلوا إقامة السياحة بتاعتك اللي هي 3 شهور. ولما بتاخد إقامة السياحة يا جماعة بتيجي هنا، ساعتها بتشوف أي سبب ممكن تستنى في البلد. تمام. هتتعذب شوية بس لو لقيت مثلا عمل، لو لقيت صاحبة، لو لقيت جواز، هتقعد في البلد ومش هيمشوك. تمام. ده كانت أنواع الهجرة في فنلندا والإقامات في فنلندا. أول حاجة يا جماعة هنتكلم على الدراسة بقى بشكل عام. الدراسة في فنلندا يا جماعة يعني كأنت مقيم، كواحد مقيم في فنلندا، الدراسة مجانية. تمام. لجميع المقيمين في الاتحاد الأوروبي والفنلنديين الدراسة مجانا، وبالعكس بتاخد مساعدات من الحكومة علشان تدرس. في معونات لما بتخش بتدرس بتاخدها إن هم بيصرفوا عليك لغاية ما تخلص مجال دراستك، إذا كان دبلوم، إذا كان معهد، إذا كان جامعة، فالحكومة بتتكلم بمصاريفك كاملة لغاية ما تتخرج من دراستك. تمام. وزي ما قلنا لو انت جاي من خارج اوروبا انت ممكن تستفيد، ممكن في منح مجانية ممكن تحصل عليها. تمام. بس دوت بالصدفة، لازم أن تكون انت متابع مع الجامعات الفنلندية. خش على طول اونلاين شوف الاماكن الدراسة المفتوحة ايه. تمام. ممكن ساعات يعني في حاليا جامعة في اولو في فنلندا مقدمة على منحة عايزة اشخاص بتكلف سكنهم اكلهم شربهم مصاريف الدراسة شاملة، انت مش خسران اي حاجة، بس الحق قدم مثلا. يعني ما اعرفش هما خدوا ناس كفاية ولا لا، بس ده كان مفتوح حاليا في مدينة اسمها مدينة اولو في فنلندا، عاملة منح دراسية لايا كان، لايا حد من اي دولة مثلا معينة، مش شرطش يكون مراد. في الحالة دي هتحصل على اقامتك، تمام، دراسة مجانية، هتحصل على مصاريفك، مش هتنعى هم اي حاجة. تمام. هنتكلم يا جماعة على الحياة، على العمل في فنلندا بشكل عام، على الرواتب، على الإيجار،
على ضرايبك. تمام، اولا الرواتب يا جماعه في فنلندا الحد الادنى مثلا هنقول 1500 يورو. تمام، مهن مثلا زي مهن مطاعم، زي مهن نظافه، الكلام ده كله يعني بتبدا من حوالي 1500 يورو في الشهر. بتشتغل 8 ساعات في اليوم، 5 ايام في الاسبوع، عندك يومين اجازه في الاسبوع سبت وحد، زائد اسبوع كامل في الشتاء مدفوع الاجر اجازه شتويه، زائد عطله الصيف. عطله الصيف يا جماعه بتكون شهر. تمام، كل موظف في فنلندا ليه الحق في عطله الصيف، وتكون مدفوعه، يعني انت بتاخد شهر اجازه وبيدفعوا لك الراتب كانك شغال عادي جدا. تمام، الرواتب، في رواتب حسب مهنتك ايه، يعني احنا قلنا الحد الادنى مثلا 1500 يورو. تمام، حسب مهنتك الرواتب بتوصل لغاية 15,000 يا جماعة، بس برضو مش أي حد، حسب المهنة، أنت دكتور، أنت محامي، أنت مهندس، حسب كل واحد مهنته إيه. تمام كده، العمل، الضرايب يا جماعة، أنت بتدفع ضرايب على إيه؟ الضرايب بتبدأ من زيرو، من 0 لـ50%. تمام، حسب راتبك، يعني انت مثلا هنقول لو راتبك 2000 يورو في الشهر، انت ممكن تدفع مثلا 10% ضرائب. كل ما الراتب بيزيد لفوق مثلا، يعني 10,000، راتبك 10,000، ممكن ضرائبك توصل لـ50%، يعني الـ10,000 دولت هينزل لك منهم 5,000 بعد الـ50% ضرائب. تمام، وفي ناس ضرائبها بتعدي الكلام دوت، كل ما راتب زاد كل ما الضرايب زادت، ده قانون العمل في فنلندا. تمام، هنتكلم يا جماعة على مثلا المميزات، المعاشات، حقوقك لو انت ما عندكش وظيفة، لو لا قدر الله اضطررت من وظيفة، أزمة زي أزمة كورونا اللي احنا فيها دي ومفيش فيها عمل، ايه اللي بيحصل، ايه اللي بتقدمه الدولة الفنلندية ليك. أولا، فنلندا مثلا كدولة أوروبية متكلفة بجميع مصاريفك، إيجار سكنك، علاجك، مصاريفك شخصية، أكل وشرب، كل ده الدولة متكلفة بيها. ليه؟ لأنك أنت لما تكون شغال بتدفع ضرائب للدولة، فبالتالي لما بتقعد الدولة بتدفع لك تاني معاش مؤقت لغاية ما تلاقي شغل. تمام، بتصرف عليك كامل، لو إيجارك مثلا 600 يورو في الشهر، الدولة بتدفع لكل فرد حوالي 600 يورو، ده بيكفي سكنك. تمام، زائد حوالي 500 يورو في الشهر دولت اللي هو أكل وشرب، دولت معونة اسمها معونة بطالة. تمام كده، أما بترجع شغلك تاني خلاص المعونة دي بتتقطع، المعونة دي مؤقتة فقط في الفترة اللي أنت لا تعمل فيها. وحاجة تانية، لو مثلا مكتب العمل جاب لك وظيفة وأنت رفضت، ساعتها المعونة دي تنقطع عنك حوالي 3 شهور. تمام، كله بالقانون يعني زي ما بيقولوا، صح؟ الحاجة التانية يا جماعة، في ايه تاني؟ الصحة والعلاج. تمام، في فنلندا يا جماعة الصحة مجانا، علاجك مجانا، مفيش حاجة اسمها بتروح لدكتور خاص وبتدفع المبلغ الفلاني او الكلام ده كله. تمام، انت بتروح خالص اي مستشفى حكومية، زيك زي اي وزير، زي اي غفير، زي اي حد، كلكم بتروحوا مستشفى واحدة وكلكم عندكم تأمين صحي واحد. تمام، بتدفع له في السنة حوالي 30 يورو، كلام فاضي يعني. تمام، العلاج عليه دعم، روح مثلا 5 6 مرات لدكتور، اي حاجة، مفيش، الكلام ده كله مجانا، اسمه عندهم يا جماعة تأمين صحي شامل. تمام كده، بص في الكاميرا شوف فاضل قد ايه، عشان انا شغلت الوقت متاخر، فاضل فوق خالص 6 دقائق، 6 دقائق. اوكي، اتكلم عليه، فاضل ايه يعني؟ اكو شغلات يحتاجها الشخص من يجي هنا، طيب مثلا إذا يريد مثلا الأكل مالته يختص بيه، مثلا يريد الحلال،
او الاكل الموجود العادي. احنا يا جماعه هنتكلم دلوقتي مثلا كعرب، كمجتمع عربي في دوله زي دوله فنلندا، طبعا الاكل مختلف عننا اكلهم. يعني احنا الاكل الشرق الاوسط بصفه عامه غير الاكل الاوروبي. احنا في محلات، يعني دلوقتي في محلات عربيه، في مطاعم عربيه، في اماكن ممكن تجيب حاليا متوفره في فنلندا اكل حلال جدا، لحم حلال، ما انتش مضطر تعيش عيشة مثلا الفنلندي وتاكل من اكله والكلام ده كله. هنا هتعيش عادي واكل وتاكل من اكلك وتطبخ حلال خالص جدا. فحاليا متوفر يا جماعة الكلام ده كله في فنلندا. وكو مثلا ماركتات رخيصة تقدر تسوي من عندها، ليدل، اس ماركت. في يا جماعة هنا انواع ماركتات مثلا في فنلندا، في ليد الماركت، ده الماركت دوت هتلاقيه في اوروبا كلها، وده ارخص مثلا ماركت انك ممكن تشتله حاجات البيت، يعني خضار اكل الكلام دوت اسمه ليدل، وهتلاقيه في اي دولة في اوروبا. في محلات تانية زي كو ماركت، اس ماركت، بريزما والحاجات ده، والمجموعة دي كلها مجموعة فنلندية وبيسموها اس روهما، المجموعة اس، تمام. وده تبع جروب فنلندي، مش رخيصة زي ليدل، بس اللي هو يعني كل حاجة هتلاقيها متوفرة، يعني في الغالي، في الرخيص، في الحلال، في العربي، في التركي، انت اختار، انت شوف انت عايز تعيش حياتك ازاي. ايه الناس المسلمين، في جوامع، تمام، الناس اللي مش فارقة معاها، في حياة النايت لايف، في بار هنا، وفي الجامع هنا، وفي الكنيسة هنا، شوف انت عايز تعمل ايه، شوف انت عايز تروح فين. اوكي، هنا محدش بيحاسبك انت بتأمن بإيه، أنت عندك دين ما عندكش، كل واحد دي حاجة بينه وبين ربه وحاجة شخصية محدش بيتدخل فيها يا جماعة هنا. خصوص الملابس نفس الشيء، تمام. ستايلك. الملابس يا جماعة واللي أنت عايز تلبس إيه، ده برضو حرية شخصية، محدش يقول لك أنت لابس كده ليه، أنت قالع كده ليه، صابغ شعرك. تمام، اللي عايز تعمله يعني اعمله بنفسك، تمام. يعني كل هنا في حرية شخصية، محدش، ولو شفت انت غلط بعينك كأنك جاي من دولة عربية وبالنسبة لك ده غلط، ما ينفعش تتكلم عليه يا جماعة، لأن الناس دي حياتها، تمام. مش هتشتكي، خلاص انت عيش حياتك بالطريقة اللي انت عايزها، وسيب الناس تعيش حياتها بالطريقة اللي هي عايزاها، تمام كده يا جماعة. اعملوا مشاركة للفيديو واعملوا متابعة على اليوتيوب للصفحة، الفيديوهات كاملة فقط هتنزل على اليوتيوب only، تمام كده. الصفحة اسمها تيتو around the world، على اليوتيوب، على الانستجرام، على الفيسبوك، وأي معلومات، أي معلومات تيجي في دماغكم عايزينها اعمل كومنت يا جماعة، وهعمل لكم فيديوهات مخصوص عنها، وسجل اي واجبكم عن اي حاجه عايزين تعرفوها. اوكي، وهنكمل معاكم فيديو تاني. احنا حاليا يا جماعه في الباخره من تركو فنلند الى هلسنكي الى ستوكهولم السويد، ودي يعني مرحله تانية هحكي لكم عنها ازاي تسافر بره فنلندا. لأن فنلندا يعتبر جزيرة في وسط المية، تمام كده؟ شباب خليكم معانا يا جماعة هنكمل. أهلا يا جماعة، وزي ما اتكلمنا معاكم عن الحياة في فنلندا، عن أنواع الهجرة، عن أنواع الأقايم، دراسة، تعليم، إقامة عمل، إقامة لجوء، إقامة عائلة، تمام. بس نسينا حاجة أقول لكم على إقامة رجال الأعمال. أنت ممكن يا جماعة من بلدك تقدم على إقامة كراجل أعمال، إنك جاي مستثمر، تمام. الحد الأدنى لازم يكون في حسابك للتقديم 10,000 يورو لتحصل على إقامة رجال الأعمال في فنلندا أو معظم دول أوروبا بصفة عامة. اتكلمنا عن الحياة بصفة عامة في فنلندا كلها، عن جميع الجهات، عن المعونات، عن حقوقك، تمام. هنتكلم عن حاجة تانية دلوقتي، عن الانتخابات. مثلا عندنا حاليا في فنلندا يا جماعة
في انتخابات البلديات. تمام، انتخابات البلديات المسؤولة مثلا على الإسكان، عن حماية الأطفال، على المدارس، على 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 تمام. في الانتخابات حاليا لو انت عايش في فنلندا او في مدينة آخر مدة ليك سنتين، ليك الحق في الانتخابات يا جماعة. تمام، في أحزاب كتير، من حقك تكون حزب انت لو لوحدك لو عايز، بس الكلام دوت محتاج منك إقامة مفتوحة. تنتخب في الانتخابات البلدية لازم أن تكون مقيم في فنلندا خلال سنتين، ليك الحق زيك زي أي فنلندي بالظبط. تمام، أنا أعمل لكم فيديوهين يا جماعة مع 2 من المرشحين، واحدة عن حزب الكريستال وواحد عن حزب السويديين. هسيب لكم الفيديوهين دولت في آخر الفيديو دوت، شوفوا حوارات، شوفوا نظام الحكومة إيه. تمام، هتتعرفوا على كل حاجة يا جماعة في الفيديوهين اللي بتوع الانتخابات دول. تمام، حاليا هنقول لكم دلوقتي، احنا دلوقتي في مركب يا جماعة من تركو فنلاند لستوكهولم. تمام، فنلندا عبارة عن جزيرة يعتبر في نفس البحر، في وسط البحر. طرق السفر إليها أو منها يا إما عن طريق عبارة يا إما عن طريق مطار طيران. في طريقين بس بري، الطريق في شمال فنلندا بس ده بعيد جدا يا جماعة، عشان تخش مثلا السويد محتاج تسوق 2000 كيلو عشان توصل لستوكهولم. تمام، لكن المركب انت بتاخد مركب من تركو او من هلسنكي حوالي 12 ساعة، ما انتش محتاج تسوق حوالي 20 ساعة. الطريق التاني البري بين فنلندا وبين روسيا، غير كده فنلندا ما عندهاش اي طرق برية تانية مع اي دول غير السويد في الشمال، النرويج، النرويج في الشمال، روسيا. تمام كده، السياحة يا جماعة عشان تسافر دوت في عدة شركات، مثلا الشركة اللي احنا المركب اللي احنا عليها حاليا دي بتطلع مثلا مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة آخر النهار، بتاخد 12 ساعة من وإلى، بتعمل وان ستوب في الطريق بعد 6 ساعات على جزيرة فنلندية عايشة تحت قوانينها الخاصة، لغتها الأساسية لغة سويدية اللي عملنا لكم برضو فيديو عليها، وهنضيف لكم الفيديو على الجزيرة ديت حاليا مع الفيديو ده. الفيديو ده عبارة عن فيديو جميع المعلومات يا جماعة اللي عايز تعرفها عن فنلندا، هجرة، دراسة، أي معلومة عايز تعرفها اكتب يا جماعة كومنت، اكتب تعليقك وهعمل لك فيديو مخصوص عنها. تمام، مش هخبي عنكم أي معلومات. بالنسبة للحاجات مثلا التانية كلينا، انت فاهم احنا كعرب بصفة عامة او معظمنا مسلمين ووي، ففي الإعلام طبعا احنا مشوه سمعتنا في بلاد أوروبا كلها. تمام، ففي حاليا يا جماعة دلوقتي يعني في اضطهاد، بس مش من جميع الناس، من الناس الجهلة فقط، الناس الأغبياء اضطهادك لأنك بس مختلف عنه، لأنك جاي من بلد عربي، جاي من بلد أفريقي، أيا كان بلدك. فهذا النظام اللي اتعلموه. تمام، وزي ما قلنا يا جماعة علينا دوت، هتشوف هنا ما تيجي هنا هتشوف نظام غريب. تمام، حاجات غريبة، مالكش دعوة لا تحاكم حد ولا، خليك في نفسك، عيش حياتك بالطريقة اللي انت عايزها، كل حاجة متوفرة زي ما قلنا. عايز جامع موجود، عايز كنيسة موجودة، عايز أكل حرام موجود، عايز أكل حلال موجود. فأنت ما تعملش أي حد، ما تحكمش على أي حد يا جماعة اللي هو إيه أنت عامل كده ليه، الغلط ليه، دي بتعتبر جريمة في القانون اسمها إهانة. تمام، فيا ريت كلنا نبعد عن أي حاجة، عن المشاكل اللي بتعملها الأشخاص اللي إحنا شايفينها مشاكل. تمام، عشان إحنا في بلادنا دي مشاكل، هنا الكلام ده كله مش مشاكل. فيا ريت نبعد على الكلام ده كله، وبلاش نحط نفسنا في مشاكل، عشان هنا يا جماعة في إقامتك لو مثلا الشرطة وقفت واديتك غرامة عن أيا كان، في عدد غرامات معينة، لو خدت غرامة عن نوع معين ممكن تعطلك إقامتك، ممكن تعطلك جنسيتك، ممكن توقف حالك في أوروبا كلها. تمام، هنتكلم يا جماعة عن حامل إيه، فايدة ايه، انت البنفيت بتاعك لما يكون معاك اقامه فنلنديه او جواز سفر فنلندي. تمام، لو انت حملت الجنسيه الفنلنديه او جواز الفنلندي، انت مسموح لك بتخش معظم دول العالم،
معظم دول العالم وليس الكل بس معظم. الجواز الفنلندي بيعتبر من أقوى جوازات السفر في العالم، اللي هو واخد تالت أقوى جواز في العالم، تمام؟ فأنت لو معاك الجواز بتخش أي دولة تانية من غير تصريح إقامة، من غير تصريح زيارة، من غير الحاجات اللي بيطلبوها مننا كأن إحنا جايين مثلا من شرق أوسط، مفيش الكلام ده كله. أنت بتاخد جوازك وبتطلع على المطار، بتاخد طيارة وبتسافر، ده كل اللي محتاجه منك، وتذكرة الطيران. غير بقى أنت لازم تكون موظف، عقد عمل، جواب أجازة، الكلام ده كله مش مطلوب منك لو انت اوريدي معاك الجنسيه الفنلنديه، تمام؟ لو معكش الجنسيه الفنلنديه حاصل على اقامه فنلنديه، مقيم في فنلندا، تمام، ليك الحق يا جماعه بتخش معظم دول اوروبا، بل كل دول اوروبا ما عدا فقط الدول اللي هي مش من ضمن اتفاقيه الشنغن. يعني الإقامة الفنلندية بتخش جميع الدول اللي هي موقعة على اتفاقية اسمها اتفاقية الشنغن، في تعاون بينهم على الحدود، مفيش حدود. لو معاك مثلا إقامة فنلندية من حقك تروح ألمانيا، من حقك تروح السويد، إيطاليا، أي مكان من حقك تروحه. لو عايز تروح مثلا إنجلترا، لازم إنجلترا اتحاد أوروبي، بس مش دم حاليا هي خرجت، فكده كده انت لو معكش جواز فنلندي بتحتاج لها عامة فيزا. لو عايز تروح مثلا ليشنشتاين، سويسرا، تمام، الحاجات دي مش ضمن الاتحاد الاوروبي، الدولتين دول ليشنشتاين وسويسرا مش ضمن الاتحاد الاوروبي، لكن ضمن اتفاقية الشنغن مصرح لك تخشها بالاقامة اللي معاك عادي جدا، تقعد فيها 3 شهور بس. عشان تشتغل في أي دولة من الكلام دوت لازم بتغير إقامتك على السبب الجديد اللي هيقعدك في البلد اللي أنت عايز تقعد فيها. الكلام ده كله يتطبق برضو على النرويج. النرويج ضمن اتفاقية الشنجن لكن مش ضمن الاتحاد الأوروبي، بس مصرح لك تخش بيها بالإقامة بتاعتك، حتى لو خدت فيزا سياحة شنجن بتخش الدول دي كلها ما عدا الدول اللي هي مش موقعة على اتفاقية الشنجن فقط، تمام كده؟ يعني عندك يونان، ايطاليا، في 28 دولة في اوروبا موقعين على اتفاقية الشنجن، فمن حقك تخشهم، تخش سياحة، تخش تقعد 3 شهور بس. عشان تعيش هناك ما ينفعش، لازم تقدم، لازم يبقى يكون عندك سبب جديد زي السبب اللي انت جيت فيه الاول، زي مثلا عمل او دراسة او 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 او. لكن لو معاك جنسية فنلندية بتروح تعيش في الدول دي عادي جدا كأنك عايش في فنلندا، وبتستمتع بنفس حقوقك بالظبط، تمام يا جماعة. فنلندا بصفة عامة دولة مسيحية، دولة مش متدينة، أغلبية الناس هنا مسيحيين فقط بالاسم، هم اتولدوا كده وما بيصدقوش، ف يعني قصة الدين الناس سايباها على جنب شوية، مش مهتم. هي بالاسم دولة مسيحية لكن محدش بصراحة بيهتم، فيا ريت ما تشغلش بالك انت مآمن بإيه، انا ما بآمنش بإيه، انت فاهمني، اتعامل بالآية اللي بتقول لكم دينكم ولي دين، تمام كده؟ يعني mind your own business عشان تعرف تعيش بسلام ويحصلكش مشاكل. وي وي وي، دي طرق الحصول على إقامة في فنلندا. أي أسئلة يا ريت هنجاوبكم عليها بالظبط. هنعمل لكم يا جماعة فيديوهات، فيديو كامل شامل على كل بلد في أوروبا وكل بلد في العالم، تمام؟ كل دولة يعني قوانين أوروبا يا جماعة بصفة عامة قوانين واحدة، تمام؟ بس لسه كل بلد، تمام، يعني أي دولة في أوروبا عندها برضو قوانينها الخاصة، تمام. هنقول لكم مثلا مثال، يعني انت مثال في فنلندا، لو انت لسه جاي في فنلندا جديد بتحصل ايه الاجراءات اللي بتحصل معاك لما بتحصل على اول اقامه، تمام؟ طبعا حسب نوع الاقامه بتاعتك. لو اقامتك من نوع ايه، عائلي، تمام، بتحصل على سنه اقامه، بعد كده بيدوك 4 سنين. خلال 4 سنين ليك الحق تقدم على اقامه مفتوحه، ليك الحق تقدم على جنسيه لو انت سبب اقامتك ايه، عائلي او لجوء، تمام.
لو انت جاي عن طريق عقد عمل يبقى بتحصل على إقامة مفتوحة بعد 5 سنين وجنسية بعد 5 سنين، تمام؟ ساعات بيدوا إقامة إيه برضو على إقامة العمل، بس برضو بيطبق عليك قانون العمل وبتحصل عليها بعد 5 سنين مش 4 سنين زي العائلي واللجوء، تمام؟ والكلام ده بيطبق برضو نفسه على إقامة رجال الأعمال. إقامة الدراسة، تمام؟ إقامة الدراسة دي إقامة من نوع دي، تمام؟ إذا كان منحة بتبقى منحتك على حساب الجامعة، إذا كان أنت جاي على حسابك بتيجي على حسابك، مالكش أي حقوق في فنلندا زي الحقوق مثلا اللي ليها اللي معاه إقامة عمل أو إقامة لجوء أو إقامة عائلي، تمام؟ أنت بتدرس، بعد دراستك السنة في إقامة العمل يا جماعة السنة ما بتتحسبش بسنة عادية زيها زي مثلا إقامة عمل أو إقامة جواز. سنتين الدراسة بتتحسب بس بسنة، يعني أنت محتاج علشان تاخد إقامة مفتوحة في فنلندا من دراسة لازم بتخلص دراستك الأول، تمام؟ لازم لو أنت معاك الإقامة بي لازم يكون معاك إقامة بي 6 سنين، ومش كفاية إنك تديك بعد 6 سنين إقامة مفتوحة أو جنسية، لازم بتحصل على إقامة لأي سبب من الأسباب بتغيرها من إقامة بي لإقامة إيه، تمام؟ لمدة سنة، وبالتالي بقى عندك 7 سنين في فنلندا ومن حقك تحصل على إقامة مفتوحة أو جنسية، بس شرط أساس بعد دراستك لازم تحول الإقامة من بي لإيه علشان تعرف أصلا تقدم على إقامة مفتوحة أو جواز سفر في فنلندا، تمام؟ إيه حقوقك كجاي دراسة مش منحة، جاي دراسة على حسابك الخاص، تمام؟ ليك الحق في إيه، تمام؟ أنت لازم زي ما قلنا لازم يبقى معاك 7000 يورو في حسابك، ده علشان يضمن إن هو هتكفي مصاريفك هنا وتتكفل بنفسك، تمام؟ ليك الحق إنك تشتغل حاجة اسمها اللي هو يعني مش وقت كامل، اللي هو ليك الحق تشتغل 5 ساعات في اليوم عشان تجيب مصاريفك، تدفع إيجارك، تتكلف بنفسك، ليك الحق في 5 ساعات، مالكش الحق في أكتر من كده، تمام؟ بعد ما تغير الإقامة من بي لإيه ليك بعد كده الحق تشتغل عادي اللي هو 8 ساعات في اليوم أو زيادة، تمام؟ وده يرجع لقانون العمل وقانون الإقامات العائلية. اللغة الأساسية في فنلندا، اللغة رقم واحد اللغة الفنلندية واسمها كده لغة فنلندية، اللغة التانية ولغة رسمية أيضا، تمام؟ اللغة السويدية. عشان تقدم على جنسية لازم يكون معاك أحد اللغتين، يا إما فنلندي يا إما سويدي، يعني المعظم هنا بيتكلم اللغة الإنجليزية، بس شرط علشان تحصل على عمل جيد أو مكان يعني محترم في تخصصك لازم تتكلم يا فنلندي يا سويدي، اللي هي بيقبلوا شغل تكنولوجيا المعلومات يا جماعة، المهندسين اللي هم بتوع الكمبيوتر اللي بنقول عليهم اي تي، اللي بنقول عليهم اي تي، دولت بيتقبل باللغه الانجليزيه عادي وبيتقبل من غير مشاكل عادي، لان هم ما عندهمش المهن دي كتير في البلد، تمام؟ فهم بيقبلوا، بيحتاجوا الناس بتاع تكنولوجيا المعلومات دي كتير. انت لو عايز تيجي هنا وتشتغل وتغامر مع نفسك، اولا حسب دولتك ايه، لو انت خارج من الاتحاد الاوروبي من شرق اوسط بتعمل حاجة يا جماعة هنا صعب جدا بس لازم تعملها عشان تعدل شهادتك، لو انت دكتور مثلا بتدرس سنة اللغة الفنلندية لازم تتعلم اللغة الأساسية، بعد السنة بتخش اختبار تاني، اختبار طبي اسمه تعديل الشهادة، لو نجحت في الاختبار دوت خلاص بيدوك الشهادة هنا، بيعتمدوها في فنلندا كأنك دكتور هنا، بس مينفعش تمارس المهنة بتاعتك قبل ما تعمل معادلة الشهادة بتاعتك هنا، تمام؟
قال لي لو كان صاحب العمل بتاعه موظفك على دكتور وجايبك بعقد عمل واتقبلت، ده حالات خاصة يعني، احنا بنتكلم حاليا بصفة عامة، تمام كده؟ زي ما قلنا برضو، فيزا السياحة ديت أسهل حاجة عشان توصل هنا، تمام؟ ليها شروط معينة عشان تحصل عليها، اللي عايز الشروط دي واللي عايز مساعدة برضو في الحصول على إقامة سياحة مفيش مشكلة، أعمل لي كومنت هقول لك بالظبط إيه الإجراءات وهتروح فين وتعمل إيه، وحتى لو معكش الفلوس دي في حسابك هقول لك تعمل إيه، هخلص لك إجراءاتك كلها، سيب لي كومنت، ادعم الفيديو، ادعم القناة بتاعتنا، شير فيديوهاتنا، وأي معلومة أي معلومة أيا كانت عن أي حاجة عن أي دولة أنا مش هبخل عليكم بيها بصراحة، لأن أنا عايش هنا يعني فترة كبيرة، تمام؟ وبشتغل في مدرس ودارس خدمة اجتماعية هنا في البلد هنا، وكنت بشتغل مع الهجرة الفنلندية نفسها، تمام؟ فالكلام اللي هتسمعه عن نوع الإقامة والإجراءات بتاعتها كلام أكيد، هتسمع حاجات كتير يعني، كل واحد هتلاقيه بيتكلم وخلاص، أنا بتكلم عن تجربتي وعن دي كان طبيعة شغلي أنا، فاللي بقولك عليه معلومة مظبوطة، عايز تسأل وتلف كتير دي حاجة ترجع لك أنت، أنا بقولك اللي هيفيدك إيه واللي هينجز معاك إيه، تمام كده؟ ولو في أي سؤال أنا ما جاوبتش عليه يا ريت اعمل لي كومنت تحت الفيديو وأنا هعمل لك فيديو مخصوص عليه، واللي عايز أي مساعدة يا جماعة مفيش مشكلة، ابعت لي إيميل، اكتب لي كومنت، ابعت رسالة على الصفحة، اكتب أنت عايز تسأل إيه بالظبط وهجاوبك على أي حاجة عايز تعرفها. اللي عايز مساعدة في أي حاجة، في أي نوع إقامة، في إجراءات، تخليص ورق، ما عنديش مشكلة، مستعد أساعد أي حد فيكم، اعمل كونتاكت معايا وأنا هتواصل معاكم يا جماعة بأقرب وقت فرصة. وإحنا حاليا في رحلة حوالين أوروبا كلها، انتظروا مننا أسبوعيا فيديو جديد بيشرح على كل بلد في أوروبا وإجراءاتها وإجراءات العمل والدراسة والفيديوهات، تمام؟ تشاو، نشوفكم المرة الجاية، سلام. ازيكم يا جماعة، تاني معاكم تيتو حول العالم، وإحنا دلوقتي بين تركو من فنلندا للسويد، في رحلة على المركب، دي الطريقة اللي بتسافر بيها من فنلندا للسويد، يا إما على مركب يا إما على طيران. وحاليا دلوقتي احنا وقفنا في محطة بين السويد وبين فنلندا، دي جزيرة تبع فنلندا، صور لنا العالم الفنلندي هناك، دي الجزيرة يا جماعة بتقع في نص البحر بين فنلندا وبين السويد، اللغة الأساسية بتاعتها السويدي، يا جماعة الناس اللي عايشة هنا كلها بتتكلم سويدي فقط، تمام؟ بس حاليا الجزيرة دي عندهم قوانينهم الخاصة، تمام؟ عندهم نظامهم الخاصة، تمام؟ عندهم برضو جوازاتهم، عندهم القوانين بتاعهم، بس حاليا قانوني دي تبع الدولة الفنلندية، بس برضو عندهم حياتهم الخاصة، عندهم اجتماعاتهم، عندهم جوازاتهم، عندهم قوانينهم، شرطتهم الخاصة، كل حاجة خاصة بالجزيرة دي كأنها دولة لوحدها، بس هي رسميا تبع الدولة الفنلندية. هنوريكم معانا حاليا كل الجزيرة دلوقتي على الكاميرا يا جماعة، شوفوها معانا، دي بين السويد وبين فنلندا، لا زي ما انتم شايفين أشجار، غابات، ما فيهاش مساكن كتير، ما فيش ناس كتير فيها، بس بلد كأنها بلد عادية جدا، ودي الطريقة اللي بتسافر فيها اللي بتوصل لها الوحيد يا جماعة هي المركب، يا إما من ستوكهولم يا إما من تركو أو من هلسنكي، الطريقة الوحيدة اللي بتيجي فيها دي الجزيرة دي، تمام؟ وحاليا إحنا عمالين شباب، وبنكمل على ستوكهولم يا جماعه، ازاي تسافر من هلسنكي لستوكهولم، خليكم معانا واتفرجوا على المنظر الجميل ده. قربنا الساعة 9 إلا ربع من فنلندا، حاليا الساعة 2:15 بعد الظهر، يعني المركب بتاخد حوالي 5 6 ساعات من فنلندا عبال ما توصل الجزيرة دي. الجزيرة دي يعني
فيش يعني ينفع ما تنفعش تروح لها بسيارة، ما ينفعش تروح لها أي مواصلة تانية، هو فقط المركب الوسيلة الوحيدة للوصول للجزيرة دي. اللغة الأساسية سويدي، طبعا البلد فنلندا عندهم قوانين خاصة، عندهم قوانين معانا ونتفرج على الرسمية الرئيسية بتاعت الجزيرة اللي كل المراكب بتيجي عليها، اذا كانت المراكب الدولية اللي هي السفاري زي دي من المانيا ولا تشيلي من جميع الدول. كمان المركب دي بتقعد حوالي اسبوع يا جماعة في السفر. كمان المركب اللي احنا عليها حاليا دي بتاخد 12 ساعة من فنلندا الى السويد والى الجزيرة حوالي 5 6 ساعات فقط. جزيرة مش كبيرة جدا، جزيرة عندهم حياتهم الخاصة، عندهم قوانينهم الخاصة. شكرا يا جماعة، خليكم معانا ومكملين الحلقة دي. مساء الخير يا جماعة، وبرنامج جديد وحلقة جديدة من تيتو حول العالم. النهاردة معنا مرشحة من هلسنكي عن الانتخابات البلدية، هنتعرف عليها، نتعرف على السياسات بتاعت فنلندا، سياستها، الغرض من الانتخابات ايه بالظبط،
كل ده هنتعرف عليه حاليا. Tell us who you are. Okay, so my name is Anni Sinilahti, and I am a student living in Helsinki. I study theology, which means that I study different cultures and religions, and it's very passionate, and also very passionate about humanity. And so this is actually the reason why I started to study theology, because I wanted to kind of become a like a researcher, love, how it happens. Yeah, yeah, peace and love. Yes, exactly. And before I studied theology, I actually I worked as a singer-songwriter, and I used to teach songwriting, and I also paint. So I'm an artist. So. Nice. So tell us about your program. My program. Yes, well, yeah, so basically I am running as a candidate for Crystal Party. Crystal Party? It's like the name's Crystal. Crystal, yeah. Yeah, it means Crystal Party. Yeah, literally. I tried to figure out what it means. Yeah, yeah. Yeah. Yes, yes. And the name kind of represents the idea that everything should be crystal clear. So in politics we see that things are not crystal clear, they are not see-through, many things are hidden from people, the democracy is not clear to people, people don't know how to participate, people don't know how the decisions are made. So Crystal Party is all about like bringing people together and having real democracy for everybody and like, making decisions from love. So we have a really strong like a spiritual aspect to things. So one of our main focuses is to kind of emphasize this idea that life also has a spiritual aspect. So we are not just meat and flesh and blood. We are also we are not robots. We actually have like a spiritual side. We have this side of us that is much greater than this, just what we see. What you are going to do? What is your personal program? My personal program. Yes. Well. Why you won't be there? Sorry. Why you run? What is your point? Yeah, I keep asking that from myself. Okay. I only made the decision to join this party less than 2 months ago. I have never been in politics before. I don't trust politics. I think it's a very corrupt system. Yeah. It's not made for people. It's not made for common people. It's made for very small elites of people who have power, who have connections, who have money, who have influence. And this is not how I want the world to be. So during the past year, I see that human rights have been taken away from us. We have been pushed to stop working, pushed to stop studying. Many people's rights have been completely destroyed. Disabled people's rights, children's rights, elderly people's rights, immigrants' rights, everybody's rights. So I think this is kind of like a turning point where I see that I have to do something. Even though I'm not a politician, I'm not an expert on politics or everything in the world and how the system works exactly. I'm just I'm a regular human being who's very passionate about human rights and making things right and making decisions from love and understanding, not from picking other people or putting like common people against each other, like saying something like, okay, now we need to take care of old people so young people can like go and whatever. I think everybody, especially the ones who are not doing well, who are not in their physical top health, or who are still young and don't have a voice, I think we all need to, we have a moral and ethical responsibility to stand up for those people. And I'm just doing my part, what I think everybody should be doing. Exactly. Yes. That's why I do my part. Yes, exactly. It's so important that each one of us does our part. And I want to say to everybody who is watching this that we all have the responsibility and we all have the power. And one of my main focuses in my campaign is to
tell people that do not trust that any of us will change anything. We all have the responsibility to do our part and make change happen. We need all the people, everybody, no matter how poor or rich or, you know, what your job is, your academic, you know, influence, if you're educated or uneducated, it doesn't matter. We all have to tell what we, you know, how we want to change the world. Thank you, Anni. I'm very passionate about this, so I could just like rant. I need some time to translate it. Yes. So, يا جماعة احنا معنا أنني من حزب الكريستيان تبع دائرة هلسنكي مرشحة عن دائرة هلسنكي. Yes. اوكي سألتها عن برنامجها الانتخابي فهي تقدمت للانتخابات علشان ما فيش يعني هي شايفة ان حقوقنا كلنا كأجانب كفنلنديين كصغار ككبار ملناش حقوق حقوقنا منزوعة فهي عايزة يعني تغير شيء هي والحزب بتاعها عايزة تجيب الناس مع بعض عايزة تجمع الناس كلها كلنا يبقى لينا حقوق زي بعضينا أجانب زي فنلنديين صغار زي كبار ما فيش أي فرق ده البرنامج بتاع أرني That was a very quick translation. I try my best, you know. I hope they understand the English as well, so like everybody can understand because I cannot translate totally everything. So I go to the point. Now, يا جماعة هنسألها عن سياسة الحكومة الفنلندية. Anni, what do you think about the policy of the Finnish government? In general. Yes. I think the whole, okay, I'm so sorry, I have to give a trigger warning. I think the whole system is completely corrupt. I think the whole system should be like exploded into pieces, metaphorically, not like literally, so don't take this literally. we need a completely new system. We need real democracy. We are in a place and time now where we have the digital tools and you know everything that we need to bring real democracy and I don't have a complete answer how it should work but we need change and the first step to make a change is to point out that there is something wrong and I think we have seen very clearly during the past year that the decision makers are not making decisions from their heart they're not making it from truth they are not even making it from science it's completely corrupted it's completely politicized it's completely they're just trying to make decisions to you know keep their jobs that's it basically now يا جماعه احاول اترجم بالظبط اللي هي قالته انا سالتها عن النظام الفنلندي ونظام وسياسه الحكومه الفنلنديه طبعا هي قالت الحكومه طبعا يعني هي عايزه يعني اوضح لكم ازاي بالعربي النقطه دي عايزه ازاله تمام فيروس عايز علاج تمام يعني الحكومه الفنلنديه وسياسه فنلندا حاليا غير مطابقه لحقوق الانسان نهائيا يعني باختصار شديد ده اللي قالته Welcome. What do you think about the immigrant fires in Finland? What should be done more about like immigrant cases in Finland? Yeah, I personally think that every single person is worthy of love and respect, and every individual is also unique. So we should not treat all the immigrants as one. You know, a homogenic group. Yeah. It's not like that. Every immigrant, you know, deserves a chance to create a life here, I think. But as you see, we can like also, I guess you know that, we have a place in Helsinki, that's for immigrants. We have a place for just things, you know. Why we are not together? Segregation. Exactly. Yeah. Even yeah. with the living place. Yeah. You can go, for example, Marmi, Kontona, Itakaskos, that's yes. for immigrants. Yes. Go to other side of Helsinki. What we should do about it?
Yeah, I have answered a lot of these kind of questions in the vote election machines, you know, where they put the questions and the candidates ask what they think. And I think the way to break this segregation, like different areas having all different kinds of certain types of people, it's not necessarily that we put people like that we mix them up. It's more like we should do the groundwork. We need to, I think the reason why, you know, there are problems, for example, in one place, it's not because there are, you know, immigrants or, you know, a different cultures or something like that. It's because they, those people have not received enough support. So we should definitely start changing this whole society from ground up and give more support to families so that every single child would have an equal, like equal opportunities in life. And I think that is the way to make a better society. If we move different people from one place to another, it's not also, I don't think that's even fair, because I think people from similar cultures, they also enjoy, you know, being in a place where there are people from their same culture. So it's not, you know, I don't think somebody from the outside should be like, okay, you are a Muslim, so we're gonna put you into this Christian community. I don't think that's even fair. I think people should be able to decide where they live, and at the end of the day, everybody will decide where they want to live. So you can all, you know, this is only a temporary fix. Although I do think that when they are choosing where to build the next house, for example, or, you know, rental housing or something like that, no area should be excluded just because there are, for example, rich white people living there. I don't think that's fair at all. That's not how that's things should happening. Work. Yeah, that is what is happening, and I think that's completely true. I don't think that's how we should decide things. Yeah, but at the end of the day, people always choose where they want to live, and when there is crime, for example, people don't want to live there, so people who have money will choose to live somewhere else. So we need to fix the issue of crime, for example. We need to fix the issue of poverty, because if we don't have crime and poverty, then we don't have, you know, these bad and good and bad areas. Yes, every area will be good. Yes, but now we have somehow the value of Kontula, that's bad area, don't go there, you know, that's the mentality what we have. Yeah. Thank you. Yeah, and those problems, they don't get fixed if we just, you know, move away, yeah, ignore them. Yeah, exactly. But what is happening here, we ignore. Yes. Basically. So, يا جماعة أنا سألتها عن ملف الهجرة والمهاجرين في فنلندا. ردها كان اللي هو المفروض كلنا يبقى عندنا يعني معاملة واحدة، كلنا في مساواة بيننا كأجانب كفنلنديين، كلنا عندنا نفس الحقوق. سألتها عن إيه رأيك في الانفصال مثلا اللي هو بين الفنلنديين والأجانب، في مناطق كتير فيها أجانب بس، في مناطق كتير فيها فنلنديين بس. قالت لي ده مش عادل ولازم يبقوا كلهم، يعني كل واحد عنده حق الاختيار فين يعيش، فين يلاقي مكان، اللي هو المكان اللي لو انت عايز تعيش مع الكوميونتي بتاعك، عرب كوميونتي والاميجرانت، اتس اب تو يو وير يو ونا ليف. في اماكن قايله هي للناس الاغنياء فقط في هلسنكي، يعني الاجانب ما ينفعش يروحوا فيها. قالت الكلام ده كله غلط وما ينفعش، لازم نتعدل، لازم نبدي من الاساس، لازم كلنا نعيش مع بعض في سلام يا جماعه، ويبقى عندنا كلنا نفس الحاجه. Yes. Yes, thank you. Next. Do we have a control for the decision maker? No. I don't think so. I think if we only get to vote once in 4 years, that's not a lot of influence, is it? And the media has a huge influence on decision making, and it has a huge influence on who we vote. So even if we vote, we don't necessarily know who and what we are voting for. So I think there should be much greater responsibility for every politician to really stand up for what they have promised. And if you don't do what you have promised to your voters, I think you should be.
bye bye. Yeah. I don't think we don't need to have that kind of, you know, that kind of politics in Finland. Like, we are way ahead of that. We should be more wise to have those people who lie and lie and lie, to pick them over and over again. Every single election, we listen to their lies and their promises. Not even just also about elections, in every organization. Yes. Like, somebody can just decide something for you, destroy your life, and that's it. Nobody check after that. Yeah. You know? And basically, absolutely, you can be in the court like 2-3 years for that, just trying to appeal. Yeah. For someone who had a bad day, make wrong decision. Yeah, absolutely. يا جماعة أنا سألتها دلوقتي في فنلندا هل على صناع القرار هل في رقابة موجودة؟ صراحة شديدة كده فردها ببساطة قالت لا، لا يوجد رقابة على صناع القرار في فنلندا، كل واحد تقريبا بيعمل اللي هو عايزه بيسك. Thank you, Arne. Would you like to add anything from your side? I am done with what I want to ask you. Okay. So if you want to add something for the people, feel yes. free. I would like to say to every single person who is watching this that feel free to send me messages. Hopefully Tito will... I will talk here in the video. Yes. I will put her information. Yes. Anything you can ask from the title. Yes. I have Facebook account, I have Twitter, I have Instagram, I have everything. So I'm always happy to listen to people and what they have to say, and to be honest, I would very much like to know more about the immigrant situation. I have to say I'm not the expert, I'm not an immigrant, so I have no idea what it is really like to be in that position. So it is my heart's desire to really talk with people and understand how I can serve everybody and every single human being, and especially those people who don't have a voice in this society. So also, you know, we're gonna be here at the tent in Narikkatori every single day until the elections, so feel free to just come here and talk to any of us. جماعة أنا سألتها دلوقتي لو هي عايزة تضيف حاجة من عندها، قالت هي مستعدة إن هي تسمع أي حد فيكم، تساعد أي حد فيكم، هي مش مهاجرة، هي فنلندية وهي مش في الموقف بتاعكم، فهي ما تعرفش إحنا ليه إيه بيعدي علينا مشاكل إيه، فهي عايزة تسمع منكم، أي حد عنده سؤال، عنده اقتراح، عايز تتكلم معاها أي حاجة، عايز تسألها عن أي حاجة، يا ريت تبعت لها. وانا هكتب المعلومات والكونتاكت بتاعها مع الفيديو اما اشوف الفيديو ان شاء الله، واي معلومة زيادة عايزينها اسألوا من أني على طول. أني last thing, what is your election point number? It's 11102. رقمها الانتخابي 1102. ده رقم أني الانتخابي، وتكتب بس الرقم only the number you can write, right? Absolutely. Thank you for your time. Thank it was you. Lovely day. Lovely to see you. Yes, I'm and honored. I wish you luck. مساء الخير يا جماعة، وبرنامج جديد وحلقة جديدة من تيتو حول العالم. النهاردة معنا مرشحة من هلسنكي عن الانتخابات البلدية، هنتعرف عليها، نتعرف على السياسات بتاعة فنلندا، سياستها، الغرض من الانتخابات ايه بالظبط، كل ده هنتعرف عليه حاليا. Tell us who you are. Okay, so my name is Anni Sinilahti, and I am a student living in Helsinki. I study theology, which means that I study different cultures and religions, and it's very passion, and also very passionate about humanity. And so this is actually the reason why I started to study theology, because I wanted to kind of become a like a researcher. Love. How it happens. Yeah, yeah. Peace and love. Yes, exactly. And before I studied theology, I actually I worked as a singer-songwriter. And I used to teach songwriting, and I also paint. So I'm an artist. Nice. So tell us about your group. My
program. Yes, for well, yeah. So basically, I am running as a candidate for Crystal Party. Crystal Ball? It's like the name's Crystal. Crystal, yeah. Yeah, it means Crystal Party. Yeah, literally. I tried to figure out what it means. Yeah, this, yeah, yeah. Yes, yes. And the name kind of represents the idea that everything should be crystal clear. So in politics, we see that things are not crystal clear. They are not see-through. Many things are hidden from people. The democracy is not clear to people. People don't know how to participate. People don't know how the decisions are made. So Crystal Party is all about like bringing people together and having real democracy for everybody and like, making decisions from love. So we have a really strong like a spiritual aspect to things. So one of our main focuses is to kind of emphasize this idea that life also has a spiritual aspect. So we are not just meat and flesh and blood. We are also we are not robots. We actually have like a spiritual side. We have this, you know, side of us that is much greater than this, you know, just what we see. But what you are going to do? What is your personal program? My personal program. Yes. Well. Why you won't be there? Sorry. Why you run for that? What is your point? Yeah, I keep asking that from myself. Okay. I only made the decision to join this party less than 2 months ago. I have never been in politics before. I don't trust politics. I think it's a very corrupt system. Yeah. It's not made for people. It's not made for common people. It's made for very small elites of people who have power, who have connections, who have money, who have influence. And this is not how I want the world to be. So during the past year, I see that human rights have been taken away from us. We have been pushed to stop working, pushed to stop studying. Many people's rights have been completely destroyed. Disabled people's rights, children's rights, elderly people's rights, immigrants' rights, everybody's rights. So I think this is kind of like a turning point where I see that I have to do something. Even though I'm not a politician, I'm not an expert on politics or everything in the world and how the system works exactly. You know, I'm just I'm a regular human being who is very passionate about human rights and making things right and making decisions from love and understanding, not from, you know, picking other people or, you know, putting like common people against each other, like saying something like, okay, now we need to take care of old people so young people can like go and whatever. I think everybody, especially the ones who are not doing well, who are not in their, you know, physical top health or who are still young and don't have a voice, I think we all need to, we have a moral and ethical responsibility to stand up for those people. And I'm just doing my part, what I think everybody should be doing. Exactly. Yes. That's why I do my part. Yes, exactly. It's so important that each one of us does our part. And I want to say to everybody who is watching this that we all have the responsibility and we all have the power. And one of my main focuses in my campaign is to tell people that do not trust that any of us will change anything. We all have the responsibility to do our part and make change happen. We need all the people, everybody, no matter how poor or rich or, you know, what your job is, your academic, you know, influence, if you're educated or uneducated, it doesn't matter. We all have to tell what we, you know, how we want to change the world. Thank you, Anni. I'm very passionate about this, so I could just like rant. I need some time to translate it. Yes. So, يا جماعة احنا معانا أنني من حزب الكريستال تبع دائرة هلسنكي مرشحة عن دائرة هلسنكي. Yes. اوكي سألتها عن برنامجها الانتخابي فهي تقدمت للانتخابات
علشان ما فيش يعني هي شايفة ان حقوقنا كلنا كأجانب كفنلنديين كصغار ككبار ملناش حقوق، حقوقنا منزوعة. فهي عايزة يعني تغير شيء، هي والحزب بتاعها عايزة تجيب الناس مع بعض، عايزة تجمع الناس كلها، كلنا يبقى لينا حقوق زي بعضينا، أجانب زي فنلنديين، صغار زي كبار، مفيش أي فرق. ده البرنامج بتاع أرني. That was a very quick translation. I try my best, you know. I hope they understand the English as well, so like everybody can understand, because I cannot translate totally everything. So I go to the point. Now, يا جماعة هنسألها عن سياسة الحكومة الفنلندية. Anni, what do you think about the policy of the government? Policy. In general, I think the whole, okay, I'm so sorry, I have to give a trigger warning. I think the whole system is completely corrupt. I think the whole system should be like exploded into pieces, metaphorically, not like literally, so don't take this literally. we need a completely new system. We need real democracy. We are in a place and time now where we have the digital tools and, you know, everything that we need to bring real democracy. And I don't have a complete answer how it should work, but we need change, and the first step to make a change is to point out that there is something wrong. And I think we have seen very clearly during the past year that the decision makers are not making decisions from their heart, they're not making it from truth, they're not even making it from science. It's completely corrupted, it's completely politicized, it's completely, they're just trying to make decisions to, you know, keep their jobs. That's it, basically. Now, يا جماعة حاول أترجم بالضبط اللي هي قالته. أنا سألتها عن النظام الفنلندي ونظام وسياسة الحكومة الفنلندية. طبعا هي قالت الحكومة طبعا يعني هي عايزة يعني أوضح لكم إزاي بالعربي النقطة دي. عايزة إزالة. تمام؟ فيروس عايز علاج. تمام؟ يعني الحكومة الفنلندية وسياسة فنلندية سياسة فنلندا حاليا غير مطابقة لحقوق الإنسان نهائيا. يعني باختصار شديد ده اللي قالته. What do you think about the immigrant fires in Finland? What should be done more about like immigrant cases in Finland? Yeah, I personally think that every single person is worthy of love and respect, and every individual is also unique. So we should not treat all the immigrants as one, you know, homogenic group. Yeah. It's not like that. Every immigrant, you know, deserves a chance to create a life here, I think. But as you see, we can like also, I guess you know that, we have a place in Helsinki, that's for immigrants. We have a place for this thing, you know. Why we are not together? Segregation. Exactly. Yeah. Even with the living place. Yeah. You can go, for example, Marmi, Kontona, Itakaskos, that's for immigrants. Yes. Go to other side of Helsinki. What we should do about it? Yeah, I have answered a lot of these kind of questions in the vote election machines, you know, where they put the questions and the candidates ask what they think. And I think the way to break this segregation, like different areas having different kinds of certain types of people, it's not necessarily that we put people like that we mix them up. It's more like we should do the groundwork. We need to, I think the reason why, you know, there are problems, for example, in one place, it's not because there are, you know, immigrants or, you know, a different cultures or something like that. It's because they, those people have not received enough support. So we should definitely start changing this whole society from ground up and give more support to families so that every single child would have an equal, like equal opportunities in life. And I think that is the way to make a better society. If we move different people from one place to another, it's not also, I don't think that's even fair, because I think people from
similar cultures, they also enjoy, you know, being in a place where there are people from their same culture. So it's not, you know, I don't think somebody from the outside should be like, okay, you are a Muslim, so we're going to put you into this Christian community. I don't think that's even fair. I think people should be able to decide where they live, and at the end of the day, everybody will decide where they want to live. So you can all, you know, this is only a temporary fix. Although I do think that when they are choosing where to build the next house, for example, or, you know, rental housing or something like that, no area should be excluded just because there are, for example, rich white people living there. I don't think that's fair at all. That's not how that's things what's should happening, work. Yeah. Yeah, that is what is happening, and I think that's completely screwed. I don't think that's how we should decide things. Yeah, but at the end of the day, people always choose where they want to live, and when there is crime, for example, people don't want to live there, so people who have money will choose to live somewhere else. So we need to fix the issue of crime, for example. We need to fix the issue of poverty, because if we don't have crime and poverty, then we don't have, you know, these bad and good and bad areas. Yes, every area will be good. Yes, but now we have somehow value. Kuntala, that's bad area. We go there. Oh, that's the mentality what we have. Yeah. Thank you. Yeah. And those problems, they don't get fixed if we just, you know, move away. Yeah, ignore yes. them. Yeah. Exactly. But what is happening here, we ignore. Yes. Basically. Yeah. يا جماعه انا سالتها عن ملف الهجره والمهاجرين في فنلندا، ردها كان اللي هو المفروض كلنا يبقى عندنا يعني معامله واحده، كلنا في مساواه بيننا كاجانب كفنلنديين، كلنا عندنا نفس الحقوق. سالتها عن ايه رايك في الانفصال مثلا اللي هو بين الفنلنديين والاجانب، في مناطق كتير فيها اجانب بس في مناطق كتير فيها فنلنديين بس. قالت لي ده مش عادل ولازم يبقوا كلهم، يعني كل واحد عنده حق الاختيار فين يعيش، فين يلاقي مكان، اللي هو المكان اللي لو انت عايز تعيش مع الكوميونتي بتاعك، العرب كوميونتي والاميجرانت، اتس اب تو يو وير يو ونا ليف. في اماكن قايله هي للناس الاغنياء فقط في هلسنكي، يعني الاجانب ما ينفعش يروحوا فيها. قالت الكلام ده كله غلط وما ينفعش، لازم نتعدل، لازم نبدي من الاساس، لازم كلنا نعيش مع بعض في سلام يا جماعه، ويبقى عندنا كلنا نفس الحاجه. يس يس ثانك يو. نكست، دو وي هاف ا كنترول فور ذا ديسيجن ميكر؟ I don't think so. I think if we only get to vote once in 4 years, that's not a lot of influence, is it? And the media has a huge influence on decision making, and it has a huge influence on who we vote. So even if we vote, we don't necessarily know who and what we are voting for. So I think there should be much greater responsibility for every politician to really stand up for what they have promised. And if you don't do what you have promised to your voters, I think you should be bye bye. Yeah. I don't think we don't need to have that kind of, you know, that kind of politics in Finland. Like, we are way ahead of that. We should be more wise to have those people who lie and lie and lie, to pick them over and over again. Every single election, we listen to their lies and their promises. Not even just also about elections, in every organization. Like somebody can just decide something for you, destroy your life, and that's it. Nobody checks after that. Yeah. You know, and basically, absolutely. You can be in the court like 2-3 years for that, just trying to appeal. Yeah. For someone who had a bad day, look wrong this year. Yeah, absolutely. يا جماعة أنا سألتها دلوقتي في فنلندا، هل على صناع القرار هل في رقابة موجودة؟ صراحة شديدة كده، فردها ببساطة قالت لا. لا يوجد رقابة على صناع القرار في فنلندا، كل واحد تقريبا بيعمل اللي هو عايزه بيسكلي. Thank you, Arne. Would you like to add anything from your side? I am done with what I wanted to ask you. Okay. So if you want to add something for the people, feel yes. free. I would like to say to every single person who is watching this that feel free to send me messages. Hopefully
Tito will... I will talk here in the video. Yes. I will put her information. Yes. Anything you can ask from the Yes. I have Facebook account, I have Twitter, I have Instagram, I have everything. So I'm always happy to listen to people and what they have to say. And to be honest, I would very much like to know more about the immigrant situation. I have to say I'm not the expert. I'm not an immigrant. So I have no idea what it is really like to be in that position. So it is my heart's desire to really talk with people and understand how I can serve everybody and every single human being, and especially those people who don't have a voice in this society. So also, you know, we're going to be here at the tent in Narikkatori every single day until the elections, so feel free to just come here and talk to any of us. جماعة أنا سألتها دلوقتي لو هي عايزة تضيف حاجة من عندها، قالت هي مستعدة إن هي تسمع أي حد فيكم، تساعد أي حد فيكم. هي مش مهاجرة، هي فنلندية، وهي مش في الموقف بتاعكم، فهي ما تعرفش إحنا ليه بنعدي إيه بيعدي علينا مشاكل إيه، فهي عايز تسمع منكم. أي حد عنده سؤال، عنده اقتراح، عايز تتكلم معاها أي حاجة، عايز تسألها عن أي حاجة، يا ريت تبعت لها. وانا هكتب المعلومات والكونتاكت بتاعها مع الفيديو، اما انشر الفيديو ان شاء الله. واي معلومه زياده عايزينها اسالوا من امي على طول. امي لاست وات از يور كونكشن بوينت؟ اتس 11102. رقمها الانتخابي 1102. ده رقم امي الانتخابي، وبتكتب بس الرقم. Only the number you can write, right? Absolutely. Thank you for your time. Thank it was you. Lovely day. Lovely to see you. Yes, I'm and honored. I wish you luck.